هل فعلا من الممكن، مش هقول بقى تقتيم ما تقولش تعقيدات لانه مش هتسبب عقد، لكن هتسبب اضرار، اضرار وخيمه؟ مش في كل الناس، ولكن في بعض الناس بتسبب اضرار نفسيه سيئه جدا، خصوصا في سن الاطفال والمراهقين اللي لسه الجهاز العصبي في طور النمو. اللي لاحظناه على الناس اللي بيستخدموا استخدام مفرط للالعاب دي حاجتين: غياب المهارات الاجتماعيه، لان انا بقيت متوحد مع الجهاز لا امارس علاقات مع الاخرين، ده بيؤدي الى نقص في افراز هرمون في الجهاز العصبي اسمه الاوكسيتوسين. الهرمون ده مش بس بيساعدنا على المهارات الاجتماعيه، لكن ده بيساعدني كمان على حاجه مهمه جدا، هو الهرمون بتاع التعاطف، ان انا اتعاطف مع الاخرين. فالناس دول فعلا بيحصل لهم بلاده، مشكله بالظبط يا فندم، تبلد والقدره على الاحساس بالاخر والمهارات الاجتماعيه بتاعتهم بتبقى محدوده جدا. الحاجه الثانيه اللي لاحظناها عليهم الافراط في استخدام هذه الادوات، يؤدي الى نوع من انواع التوتر والقلق والحافزيه الشديده، بمعنى ان حاجه بيجي يتكلموا ردوده بتبقى اكثر عصبيه من اقرانه، قدرته على التحكم في انفعالاته اقل، ففي نوع من التبلد من ناحيه ونوع من العصبيه من الناحيه الاخرى. في بعض الناس بيؤدي الى تاخر دراسي. ليه؟ لان انا بقيت متعود ان كل حاجه زرار ودوس زرار ودوس زرار ودوس، فلما تيجي مهارات حل المشاكل او مهارات طيب تقول عليها problem solving skills او القدره على التعامل مع الاسئله اللي هي محتاجه كتابه او الحاجات دي، خلاص بقى المهارات دي مش موجوده عندي. الانغلاق الاجتماعي حاجه نوع من انواع التوحد، عارف حاجه مرض التوحد؟ طبعا مرض التوحد اقوى من كده، لكن بيجي لهم اعراض توحديه لان اصبحت خلاص مش حاسس بالاخرين. هل ده بيحصل في كل الناس؟ لا، عشان برضو للامانه يعني، ولكن النسب بتاعته اعلى طبعا من الناس اللي ما بيعملوش الكلام ده.